ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي، مرحبا بك أستاذ أمير معنا. إذا هل هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في عزل ومحاصرة إيران أم أنها مرتبطة بالوضع الأمني في العراق فحسب؟ مساء الخير، حياك الله. تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. لا شك أن ما يحدث الآن في العراق وخصوصا في مدينة البصرة هو تحصيل حاصل لما حصل في السابق من تطورات في الملف الأمريكي الإيراني وما جاء بعد وصول ترامب إلى الإدارة الأمريكية الجديدة. ما يحصل الآن في البصرة وهي المدينة النفطية الكبيرة في العراق هو أكيد يعني له تداعيات في المستقبل، لأن المشكلة الإيرانية الأمريكية لم تحل لحد الآن. هناك يعني تمنيات إيرانية في أن تصل إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في اعتقاد الكثيرين أن هذا سوف لن يحصل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت نهائيا من قطع أذرع إيران في المنطقة، ليس حبا في العراق وليس حبا في لبنان وفي سوريا، ولكن مصالحها يعني تتطلب في أن تكون هي سيدة الموقف. الآن ما يحصل في مدينة البصرة هو خطر كبير، أنا في رأيي، لأن إخلاء القنصلية الأمريكية لم يأتي اعتباطا للعفو، ولكن جاء لوجود خطورة أكيدة يخشاها الجانب الأمريكي، لأن الميليشيات الموجودة في العراق مثلا هي ميليشيات وقحة لا تستطيع أن تثق بها أمريكا. وقد يكون هناك يعني بعض المناوشات، وأمريكا لا تريد أن يكون لها يعني نوع من القتلى يسحلون في الشوارع مثلا، وهذا لا يعني يخدم صورة أمريكا في العراق وفي العالم. وبعد إجراء إغلاق القنصلية في البصرة، واشنطن حذرت رعاياها من السفر إلى العراق بسبب اضطراب الوضع الأمني. هل تراها أستاذ أمير رسالة لرعاياها أم للحكومة في بغداد؟ أنا في رأيي ما يحدث في العراق هناك يعني نوع من عدم رضا الحكومة الأمريكية عما يحدث في العراق. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح لحد هذه اللحظة في عزل إيران كليا عن المشهد السياسي العراقي. يلاحظ الجميع يعني في أن ما يحدث في العراق من يعني حلول لإيجاد ما يسمى بالكتلة الأكبر لم يحصل لحد الآن، بالرغم من انتخاب رئيس لمجلس البرلمان، ولكن هناك قوتين شيعيتين تتخاصمان في العراق على منصب رئيس الوزراء. القوة التي هي نستطيع أن نقول بها قريبة من الغرب، والقوة التي نستطيع أن نقولها إيرانية بحتة 100%. بغض النظر عن ما يقال بأن هناك توافق على وجود شخص لرئاسة الوزراء، هناك خلل في العملية السياسية، وأمريكا لحد الآن لم تستطيع تأمين موقفها من هذا الشيء. إذن أنا أعطي يعني أنا معك في يعني أتفق معك في عندما تقول هناك بعض المشاكل مع العملية السياسية وليس يعني بالكامل مع قضية أمن الأمريكيين في العراق، لأنه ليس لا وجود لعدد كبير من الأمريكان في العراق. من هنا هل تعتقد أن أسف وزارة الخارجية على لسان متحدث باسمها محجوب أسفها عن قرار واشنطن سحب موظفي قنصليتها في البصرة، هل تعتقد أن هذا الموقف يعني موقف حقيقي للحكومة في بغداد؟ لا، يعني عندما يعني نحلل طبيعة الحكومة العراقية نستطيع أن يعني أن نفهم بسهولة بأن ليس هناك موقف للحكومة العراقية، هناك مواقف لعدة أحزاب وشخصيات وأمراء أحزاب وطوائف داخل هذه ما نسميها الحكومة، داخل هذا النظام السياسي الذي يعني يحكم العراق. إذا أنا في نظري ليس هناك أي قيمة لهذا الكلام، لأن يعني مثلا ما يقوم به السيد حيدر العبادي هو ليس بالشيء الذي يتفق الكثيرون معه، وخاصة في هذه المرحلة والتي يعني يتخاصم بها الكثيرون على موقع رئيس الوزراء. والسيد حيدر العبادي لا يستطيع أن يعني أن يقول
كلمته الأخيرة، لأنه في موضع ضعيف في الوقت الحاضر. إذن في النهاية وبتحصيل حاصل، ليس هناك موقف عراقي واحد يمثل الحكومة العراقية. وسط هذا السجال الأمريكي الإيراني، ماذا لو ذهبت الميليشيات المرتبطة فعليا بالحرس الثوري في إيران وشكلا بالعبادي؟ ماذا لو ذهبت إلى نقطة التعرض للمصالح الأمريكية حسب ما هددت مرارا؟ كيف سيكون وقتها موقف العبادي وحكومته؟ أنا لحد الآن لا أستطيع أن أقول بأن لإيران القدرة على تحريك الميليشيات التي تتبع لها في العراق لضرب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك نوع من التهديد الإيراني باستعمال هذه الميليشيات لضرب المصالح الأمريكية في العراق، لأن إيران تريد أن تستبق الأحداث في حالة أنه الولايات المتحدة وصلت إلى مستوى القرارات التي ستخرج في شهر تشرين الأول، وذلك لمقاطعة إيران اقتصاديا وبصورة أكثر فعالية. أنا في نظري إيران لحد الآن تنتظر هذه المدة، وما تقوم به من تهديدات عن طريق ما يسمى برئيس الحرس الثوري في إيران، في أن لها قوات كبيرة في العراق ستستعملها ضد أمريكا، هي تدخل في ضمن الاستباقات والتهديدات للتحضير لإيجاد حل مع الولايات المتحدة، لأن إيران ليس لها القوة وليس لها الأهمية عسكريا في مجابهة الولايات المتحدة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قدرة القوات الأمريكية وقدرة الطيران الأمريكي على تدمير القوات الموجودة في العراق، إذا كانت ميليشيات وإذا كانت قوات إيرانية تزحف إلى العراق. طيب أخيرا باختصار لو سمحت أستاذ أمير، كيف ستنعكس هذه الإجراءات الأمريكية في استهداف الميليشيات وهي العمود الفقري لميليشيا الحشد، خصوصا إذا صنفت منظمات إرهابية؟ كيف ستنعكس على حظوظ الحشد حتى في تولي أحد المحسوبين عليه رئاسة الحكومة المقبلة؟ لا شك أن ما عملت به الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا من خلال سن قرار حظر الميليشيات في العراق سيكون له تأثير على المشهد السياسي العراقي، وهذا ما سيؤثر على حظوظ القادة الذين لهم صلة مباشرة بالحشد الشعبي. ولكن أنا في نظري المشهد السياسي العراقي لم يتوضح لحد الآن، هناك أقوال ويعني نوع من الكلام عن وجود مرشح كبير، إذن لا نستطيع أن نقول بأن أمريكا ستوافق على وجود مرشح قوي له صلة بإيران، ولكن ستختار المرشح الذي يخدم مصالحها إذ كان العبادي، وإذ كان مرشح آخر له بعض العلاقة مع الاستراتيجية الغربية في العراق. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من باريس، السياسي العراقي أمير المفرجي.